أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الإخصاب أو اتحاد البويضة مع الحيوان المنوي وتكوين الزيجوت. عشان يحدث الاتحاد للبويضة مع الحيوان المنوي يجب أن يحدث انتقال للحيوانات المنوية والبويضات لمكان الإخصاب. فبالنسبة لانتقال الحيوانات المنوية والسبيرم ترانسبورت، زي ما هو معروف انه بيتم قصف السائل المنوي في حالة التلقيح الطبيعي في معظم الحيوانات الزراعية، في المهبل، في الابقار والجاموس والاغنام والماعز، بينما بيتم قصف السائل المنوي في عنق الرحم في بعض الحيوانات زي الخنازير والكلاب والخيول. اما اثناء التلقيح الصناعي فبيتم قصف السائل المنوي في جسم الرحم في حالة الابقار والجاموس، وفي حالة الأغنام بيتم قصف السائل المنوي أمام عنق الرحم. بيتم احتجاز 70% من القصفة المنوية في المهبل. بعد ذلك بيتم انتقال الحيوانات المنوية لعنق الرحم. عنق الرحم بيبقى موجود فيه حاجة بنسميها السيرفيكال كريبتس أو طيات عنق الرحم. طيات عنق الرحم دي بتعتبر عائق أمام الحيوانات المنوية الضعيفة والميتة. ايضا بيحدث فيها حماية الحيوانات المنوية من الالتهام بواسطة كرات الدم البيضاء. ايضا بتعتبر مخزن للحيوانات المنوية، بيتم من الافراز البطيء نسبيا للحيوانات المنوية. بيتم تحريك الحيوان المنوي داخل عنق الرحم عن طريق الحركة الذاتية للحيوان المنوي. بعد ذلك بتنتقل الحيوانات المنوية للرحم. أثناء انتقال الحيوانات المنوية للرحم أيضا بيتم فقد جزء كبير من الحيوانات المنوية نتيجة لالتصاق الحيوانات المنوية بالغدد الرحمية. ده بينشط كرات الدم البيضاء اللي بتلتهم عدد كبير من الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى التصاق بعض الحيوانات المنوية بإفرازات عنق الرحم. بيتم انتقال الحيوانات المنوية خلال الرحم عن طريق انقباض الطبقة العضلية للرحم تحت تأثير هرمون الأكسيتوسين. وبتكون حساسية الطبقة العضلية للرحم تحت لهرمون الأكسيتوسين عالية نتيجة لوجود مستوى عالي من هرمون الأستروجين في خلال هذه المرحلة. بعد ذلك بتنتقل الحيوانات المنوية من الرحم لقناة فالوب. بيكون في اختناقين في قناة فالوب بيعتبروا عائق أمام الحيوانات المنوية، بيتم فيها احتجاز الحيوانات المنوية الضعيفة والميتة. الاختناق الأول موجود ما بين البرزخ وقرن الرحم. الاختناق الثاني الموجود ما بين الأنبيولا والبرزخ، وهو المكان اللي بيحدث فيه الإخصاب، بيتم فيه احتجاز الحيوانات المنوية الضعيفة والميتة. كل هذه الأماكن بتعتبر عوائق أمام الحيوانات المنوية، لذلك بتعمل على انتخاب الحيوانات المنوية القوية اللي لها القدرة على إحداث عملية الإخصاب. الشكل اللي قدامنا بيوضح الكلام اللي احنا قلناه. فبيتم قصف السائل المنوي في المهبل، بيتم احتجاز 70% من القصفة المنوية في المهبل. بعد ذلك عنق الرحم وطيات عنق الرحم بتعتبر عائق أمام الحيوانات المنوية. بعد ذلك الرحم والغدد الرحمية الموجودة فيه لو تم التصاق الحيوانات المنوية فيها بتعمل على إفراز كرات الدم البيضاء، وبالتالي بتهاجم الحيوانات المنوية فبيتم فقد جزء أيضا كبير من الحيوانات المنوية في الرحم. بعد ذلك العائق الرابع زي ما قلنا الاختناق الموجود ما بين البرزخ وقرن الرحم. و العائق الخامس اللي هو الاختناق الموجود ما بين الأنبيولا والبرزخ، وده المكان اللي بيحدث فيه الإخصاب أو بيلتقي فيه البويضة مع الحيوان المنوي. تاخد الحيوانات المنوية فترة من 10 قناة فلو، بينما البويضة بتاخد حوالي يوم كي تنتقل من الأم أو حتى مكان الإخصاب اللي هو الاختناق الموجود ما بين الأنبيولا والبرزخ. كل هذه العوائق بتعمل على وصول عدد قليل جدا من الحيوانات المنوية لمكان الإخصاب، حوالي 1% من الحيوانات المنوية الموجودة في القصفة المنوية. هذا الجدول بيوضح مكان قصف السائل المنوي وتركيز الحيوانات المنوية في الحيوانات المختلفة وعدد الحيوانات المنوية اللي بيصل لمكان الإخصاب. في حالة الأبقار بيتم قصف السائل المنوي في المهبل. حجم القصفة المنوية حوالي 4 ملي. تركيز القصف الحيوانات المنوية في الملي حوالي 1 بليون حيوان منوي لكل ملي. بيصل لمكان الإخصاب حوالي 4200 ل 27500 حيوان منوي فقط، بينما في الأغنام
بيتم أيضا قصف السائل المنوي في المهبل. حجم القصف المنوية حوالي 1 ملي، تركيز القصف المنوية حوالي 2 بليون حيوان منوي لكل ملي، بيصل لمكان الإخصاب من 600 لـ5000 حيوان منوي. في الخنازير بيتم قصف السائل المنوي في عنق الرحم. حجم القصف المنوي بيبقى كبير في الخنازير والخيول، ففي الخنازير بيبقى حوالي 125 ملي، ولكن تركيز الحيوانات المنوية فيها بيبقى قليل، 2 من 10 بليون حيوان منوي لكل ملي، وبيصل لمكان الإخصاب عدد قليل جدا من الحيوانات المنوية. بينما في الإنسان بيتم قصف السائل المنوي في المهبل، وحجم القصف المنوية حوالي 3.5 ملي، وتركيز الحيوانات المنوية حوالي 1 من 10 بليون حيوان منوي لكل ملي، أيضا بيصل لمكان الإخصاب عدد قليل جدا من الحيوانات المنوية. بيحدث أثناء انتقال الحيوانات المنوية في خلال القناة التناسلية الأنثوية عملية بتسمى السبيرم كابسيتيشن أو إنضاج الحيوانات المنوية. كما هو معلوم أن السائل المنوي بيتكون من جزئين، حيوانات منوية وسائل منوي وبلازما السائل المنوي. بلازما السائل المنوي بتحتوي على مواد بتسمى الديكابسيتيشن فاكتورز أو المواد المانعة للتنشيط. هذه المواد بتثبط الإنزيمات الموجودة في الأكروسوم الحيوان المنوي. أيضا بيحدث نتيجة لعملية التنشيط إن الحيوان المنوي بيكتسب الحركة الصوتية التقدمية اللي بتدفع الحيوان المنوي أثناء مروره داخل القناة التناسلية الأنثوية. بتحدث عملية التنشيط تلك من خلال إفرازات قناة المبيض، بتعمل على تنشيط الحيوانات المنوية. أيضا الإفرازات الرحم تعمل على تنشيط الحيوانات المنوية من خلال إن أيضا عند قصف السائل المنوي في المهبل فيتم التخلص من بلازما السائل المنوي اللي بتحتوي على المواد المانعة للتنشيط. يمكن إحداث عملية التنشيط معمليا، تنشيط الحيوانات المنوية معمليا داخل المعمل، ودي بتاخد حوالي من 5 لـ6 ساعات في الطلايق، وبتاخد حوالي من 1 لـ2 ساعة في الأغنام أو الكباش. اتكلمنا عن انتقال الحيوانات المنوية، هنتكلم عن انتقال البويضات. بيتم انتقال البويضات نتيجة لعدة عوامل. العامل الأول هو الضغط الهيدروستاتيكي لإفرازات قناة المبيض. العامل الثاني وهو الحركة العضلية للطبقة العضلية لقناة المبيض، ودي بتبقى حركة دودية. العامل الثالث هو الأهداب الموجودة في قناة المبيض، بتعمل على تحريك البويضات في اتجاه الرحم، وده بيبقى تحت تأثير هرمون الاستروجين. وزي ما قلنا ان البويضة بتاخد حوالي يوم عشان تنتقل من القمع وحتى الاختناق الموجود ما بين الأنبيولا والبرزخ وهو مكان الإخصاب. اما نيجي نشوف ايه هي خطوات عملية الإخصاب، بنجد ان زي ما قلنا ان عملية الإخصاب هي عبارة عن اندماج نواة رأس الحيوان المنوي مع نواة البويض. بيحدث بعض العمليات في البويضة وبيحدث البعض الآخر للحيوانات المنوية. العمليات اللي بتحدث للبويضة ان بيبدأ يحدث تفكك لطبقة الخلايا الحبيبية اللي بتحيط بالبويضة اللي هي الجرانيلوزا سيلز. هذا التفكك بيحدث تحت تأثير الهيلورينيديز انزيم. هذا الانزيم بيفرز في سوائل قناة المبيض وبيعمل على تحلل الخلايا الحبيبية الموجودة حوالين البويض. بعد كده بتحدث عملية الكابسيتيشن، لذلك بتصل الحيوانات المنوية مبكرا لمكان الإخصاب قبل البويضات حتى تحدث عملية الكابسيتيشن أو نضج الحيوانات المنوية. بعد كده الخطوة الثالثة وهي الأكروسوم رياكشن أو تفاعل الأكروسوم. كما هو معلوم إن الحيوان المنوي بيغطي رأس الحيوان المنوي غطاء بيسمى غطاء الأكروسوم. غطاء الأكروسوم ده بيبقى عبارة عن مزدوج الجدران، له جدار داخلي وجدار خارجي. موجود ما بين الجدارين بعض الإنزيمات اللي بتعمل على تحليل جدار البويض، وبيغلف الحيوان المنوي كله من الخارج بالغشاء البلازمي. اللي بيحدث في تفاعل الأكروسوم إن بيبدأ يحدث اتحاد للغشاء البلازمي مع الغشاء الخارجي للأكروسوم، وبالتالي يبدأ يتكون مجموعة من الحويصلات تنفصل حول رأس الحيوان المنوي. هذه الحويصلات هتسمح بخروج الإنزيمات المحللة لجدار البويضة من الأكروسوم. كما هو واضح في الشكل أمامنا إن الحيوان المنوي بيغلف من الخارج بالبلازما ممبرين. غطاء الأكروسوم عبارة عن جدارين، جدار خارجي وجدار داخلي.
أثناء عملية الأكروسوم رياكشن هيبدأ يحدث اتحاد للبلازما مبرين مع الجدار الخارجي للأكروسوم، وبالتالي هذا يعمل على خروج الإنزيمات اللي هو إنزيم الأكروسين والهايلورينيديز من منطقة الأكروسوم، وبالتالي هتعمل على تحلل جدار البويض. بعد كده بيبدأ يحدث ارتباط للحيوانات المنوية مع الطبقة الشفافة في مناطق معينة. المناطق دي بتحتوي على مستقبلات جلوكوبروتينية بتبدأ ترتبط بها الحيوانات المنوية. بعد ذلك يبدأ الحيوان المنوي نتيجة الإنزيمات اللي موجودة في رأس الحيوان المنوي يعمل على ثقب جدار البويضة، يبدأ يعمل ثقب في طبقة الزونة باليوسيدا. وأثناء اختراق الحيوان المنوي لطبقة الزونة باليوسيدا أو الطبقة الشفافة بيبدأ يحدث تفاعل بيسمى الزونة رياكشن أو تفاعل الزونة. اللي بيحدث في هذا التفاعل بيبدأ يحدث إن السيتوبلازم الجزء الطرفي من سيتوبلازم البويضة يبدأ يفرز مجموعة من الحبيبات. هذه الحبيبات تبدأ تغير من التركيب الكيماوي للطبقة الشفافة، وبالتالي تمنع الطبقة الشفافة من أو تمنع الطبقة الشفافة من التأثر بالإنزيمات اللي بتفرز من الحيوانات المنوية الأخرى، وبالتالي عدم اختراقها بأي حيوان منوي آخر. بعد ذلك بيبدأ الحيوان المنوي بعد اختراقه للطبقة الشفافة يبدأ يخترق طبقة الغشاء الفيتليني أو الفيتلين ممبرين اللي بيحيط بالسيتوبلازم. وأيضا عند اختراق الحيوان المنوي للفيتلين ممبرين بيبدأ يحدث أيضا بعض التغيرات الكيميائية في الغشاء الفيتليني، وأيضا هذا يعمل على عدم تأثر الغشاء الفيتليني بأي إنزيمات أخرى من الحيوانات المنوية، ودي بتعتبر وسيلة دفاع تانية لعدم اختراق البويضة بأكتر من حيوان منوي. أثناء اختراق الحيوان المنوي للغشاء الفيتليني بيبدأ يحدث الانقسام الميوزي التاني للبويضة، فيبدأ تنقسم خلية البويضة الثانوية تبدأ تنقسم لخلية الأوفم والبولر بودي الجسم القطبي التاني. يبدأ يحدث اتحاد لنواة رأس الحيوان المنوي مع نواة البويضة وتكوين الزيج. الشكل اللي قدامنا بيوضح حواتي. تبدأ الحيوانات المنوية تلتف حوالين البويضة، يبدأ يحدث الأكروسوم رياكشن اللي هو اندماج اتحاد الغشاء البلازمي مع الجدار الخارجي للأكروسوم. تبدأ تخرج الإنزيمات من رأس الحيوان المنوي، تبدأ الحيوانات المنوية في عمل ثقب في جدار البويضة. أول حيوان منوي يبدأ يخترق جدار البويضة، أول ما يخترق جدار البويضة يبدأ السيتوبلازم يفرز حبيبات. هذه الحبيبات تبدأ تعمل على تغيير التركيب الكيميائي للطبقة الشفافة وتمنعها ان هي تخترق بواسطة اي حيوان منوي اخر. اخر حاجة عندنا في الاخصاب اللي هي فترة الحياة المخصبة للجاميطات. الجاميطات بيبقى لها فترة حياة مخصبة. هذه الفترة في الاسبرمات بتبدأ بعد عملية تنشيط الحيوانات المنوية، بتبقى حوالي من 30 ل 48 ساعة في الأبقار. في الأغنام حوالي من 30 ل 48 ساعة في الأبقار والأغنام والإنسان، وحوالي 30 ل 36 ساعة في الأرانب. بينما فترة الحياة المخصبة للبويضات بتبقى من 8 ل 12 ساعة في الأبقار، من 6 ل 8 ساعات في الأرانب، من 6 ل 24 ساعة في الهيومن. لذلك يجب التلقيح في الوقت المناسب بعد حدوث عملية التبويض، وذلك لضمان حدوث عملية الإخصاب. الجدول ده بيوضح فترة الحياة الإخصابية أو الفترة المخصبة للحيوانات المختلفة، وذلك لكل من البويضات والحيوانات المنوية. زي ما قلنا في الأبقار بتبقى من حوالي من 20 ل 24 ساعة، بالنسبة للبويضات للإسبرمات بتبقى من 30 ل 48 ساعة، في الخيول بتبقى من 6 ل 8 ساعات بالنسبة للبويضات، للحيوانات المنوية بتبقى من 72 ل 120 ساعة، في الأغنام بتبقى من 16 ل 24 ساعة فترة حياة البويضة. فترة حياة الحيوانات المنوية بتبقى من 30 ل 48 ساعة. طيب الجدول ده بيوضح الوقت المناسب لعملية التلقيح في الحيوانات الزراعية المختلفة. فالأبقار الوقت المناسب لعملية التلقيح وهو بعد من 7 ل 18 ساعة بعد نهاية فترة الشياع. يعني لو الحيوان ظهر عليه علامات الشياع في الصباح الباكر يتم تلقيحه في المساء، بينما لو تم ظهر عليه علامات الشياع في المساء بيتم تلقيحه في الصباح.
وذلك لضمان التقاء الحيوان المنوي مع البويضة خلال فترة حياتهم الإخصابية، وبالتالي ضمان حدوث الإخصاب. في الخيول بيتم حدوث التبويض من 1 لـ2 يوم قبل نهاية الشياع، لذلك بيتم في الخيول عملية التلقيح بعد 2 يوم من بداية الشياع، وبعد ذلك كل 2 يوم من فترة الشياع، وذلك لضمان حدوث الإخصاب، لأن فترة الشياع في الخيول بتبقى طويلة من 2 لـ11 يوم. في الأغنام طول فترة الشياع فيها من 24 لـ36 ساعة، بيحدث التبويض في نهاية فترة الشياع، لذلك بنصح بتلقيح الأغنام في بعد من 12 لـ18 ساعة من بداية حدوث الشياع. وشكرا.